الجزائر الدوري أبطال يا أهلاوي هلال ركز مع الملعب يا سيدي يا معك يا أهلاك ما يكونوا وأفضل معك أنا نحتفل اللي بدونه دايما اسمك في الذكريات أنت كان المعجزة أنا أمل عماد عاشقة للنادي الأهلي العظيم 14 سنة في سنة تانية إعدادي بدرس في مدرسة النور للمكفوفين. أنا أمنية عماد من الشرقية في أولى ثانوي. في نهائي القارن القادم ممكن بطولة افريقيا طبعا الماتش ده جميل جدا ومش هيتنسي بعد 7 سنين ترجع تاخد البطولة من اقرب منافسيك فطبعا كان بطولة غالية جدا هي البطولة الاغلى في تاريخ النادي الاهلي وهدف غالي جدا بس كلامه كان التماس للمعلول ترجع الكرة بالرأس القاضية ممكن القاضية ممكن شاط الكرة وجول القاضية ممكن القاضية ممكن سجلها علي معلول ملك الحلول وي علي وي وي علي وي علي وي معلول وي والكرة ياسي الكرة سي أي قذيفة جاءت يا باتشيكو لا هو الصياد هو أفشة هو ولدنا أفشة هو 19 هو أفشى هو أفشى وليس الصياد الإسماعيلي بل هو صياد الأهلي اشوف الكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي بوجه رساله لكابتن بيبو احنا دايما عايزين نكون داعمين للنادي الاهلي من المدرجات